好，我叫穆海天。我们今天要说中文，بمزح معكم اليوم حنحكي عن شغلة مهمة جدا وهي اللغة الصينية. زي ما شايفين احنا بمطار باريس الآن، خلفي اوكي. مش بس بعد، حتى الانونسمنت كانت بثلاث لغات، انجليزي الفرنسي الصيني. وراي كل اللوحات بانجليزي الفرنسي الصيني. هذا يثبت شغله واحده، انتشار اللغه الصينيه وانتشار السياح الصينيين حول العالم. طبعا السياحه في الصين انتشرت حديثا، وهذا جعل من اللغه الصينيه موجوده في معظم المطارات والمتاحف والاماكن المهمه. رحت على مثلا مطار موسكو، كله باللغه الصينيه موجود، حتى الساحه الحمراء كل الشعارات موجوده باللغه الصينيه. مطار فرانكفورت، مطار فانكوفر، مطار مونتريال، كلهم صاروا يحطوا اللغه الصينيه. حديثا المملكه العربيه السعوديه قررت انه يتم تدريس اللغه الصينيه في المدارس. اعتقد انه دراسه اللغه الصينيه هي شيء مهم الان، لانه بتساعدنا بفهم اكثر من 1.5 مليار شخص في العالم، اللي هم 5 سكان العالم. اللغه الصينيه انا درستها صراحه لغه جميله جدا، لا يوجد شيء معقد ما دام في انسان قدر يستطيع ان يدرسها. انتم بتستطيعون تدرسوها، في كثير كورسات اونلاين، افضل انكم تروحوا. للعلم انه الحكومه الصينيه بتقدم منح للدراسه في الصين، ممكن تتقدموا لهم عن سي اس اي اللي هو تشاينيز سكولرشيب كونسل. For your safety, you are kindly reminded to hold on to the handrail. ان شاء الله نراكم قريبا في الصين. 再见 yes.